الموازي 14 مليون 14 مليون يعتبروني ما اعرف شنو في القانون اكو. انا دافع 7 ملايين ومن حولت تمرضت وهذه يعني عاد السنه مرت الثانيه بس على الصيدله. هسه الحمد لله والشكر نجحت هي بالصيدله فيقولون ما نعطيكم نتيجه الا تجيبوا لنا الوثيقه وانا نص قسط هنا دافع وهنا نص قسط. لازم تتقسط كامل يعطيكم وثيقه. رئيس الجامعه العراقيه يقول الا تدفع القسط الثاني 7 ملايين. يلا قلت له يابا انا ما عندي انا على الجبوري ما يقصرين على الجبوري. طيب زين انا مرتين احيي الدكتور علي الجبوري رئيس الجامعه العراقيه. انا مرتين مقابله اللي موجودين وان شاء الله ان شاء الله هاي توصل عن طريق الاخ خميس هم ما يقصر وياك. أيوة انا راح اتصل بهم راح اشوفهم مناشدتك. اي أيوة والله اعطيهم رقمك واخذ يعني انا موظف ما يقصر وياك يعني هسه حاير لو ابطلها الامر اذا ضمن صلاحياتهم ما يقصر اكيد من ضمن صلاحياتهم اذا ضمن صلاحياتهم اي لان هو رئيس الجامعه بوقتها رد التخفيض حولنا عليه من على شو اسمه العميد مال الطب. العميد كفرني نزل لي 10% دكتور علي انا اشهد له من الناس الطيبين والله كلها تحمد بيه وكلها تحمد بيه. انا 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 عن تجربه شخصيه بعض الناس يعني هسه يقول لي ابو اشور يقول لي ما اعطيك حدك منها شهر 11. انا اقول لك بعض الجوانب الماديه فيها مسؤوليه مو مصلحته. اذا ضمن مصلحته ما يقصر وياك. اسمك الكامل؟ انا علي شحيين طالبه هبه علي شحيين. تحياتي لك الله يحفظك. تحياتي الهبه المتفرغه. بس اريد اقول لك فشي يعني جامعة العميد اللي تابعة للعتبة العباسية قدمت طلب تخفيض أجور. زين خفضوا لي 50% قالوا انت اعطيتهم البطاقه التمويليه. قال هذا عنده 7 جهال وهو مرتج ياكل ايش يشرب. الحمد لله والشكر تحياتنا لهم. زين ليش الحكومه ما تنزل هيك؟ الحكومه نزلت هالسنه 50% يعني مثل دكتور علي يعني هو مو هم يعتبر مو ضمن صلاحياته. ثق انا اقول ان شاء الله كل الخيرين كل الناس اللي يسمعون هاي المناشدات ويقدرون على حالها ان يحلوها. الناس بحاجه الى وقفه حقيقيه. اليوم احنا بحاجه الى تكاتف بحاجة إلى شدة حزم. عسى أن نخلص ونعبر هاي المرحلة ونقول ما أضيق العيش لولا فسحة الأملي. شكرا لطيب المتابعة. إلى اللقاء.